السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم تشاهدون قناة تالي نيو، دروس تعليم اللغة الإنجليزية للمبتدئين. معي أنا نقاش فتح مع سلسلة دروس القواعد. درس اليوم هو الدرس السادس، verb to have، الفعل يملك. لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. بعد الفاصل نواصل. verb to have هو من أهم الأفعال في اللغة الإنجليزية. to have أو يملك، وهو فعل شاذ irregular verb، ويكون تصريفه مع الضمائر I, you يكون have، ومع she, he, it يكون has، ومع we, they يكون have في حالة المضارع البسيط present simple. ويكون الفعل to have كفعل أساسي في الجملة أو كفعل مساعد. أمثلة على فعل أساسي: I have a car. She has a job. I have a car أي أنا لدي سيارة. She has a job هي لديها عمل. ونلاحظ أن الفعل كفعل أساسي يكون معناه الملكية possessive أو الملكية، أو يكون كذلك فعل أساسي فعل action. مثلا I have a shower every day. I have a shower every day يعني أنا أستحم كل يوم، نقول لدي استحمام كل يوم. أما في حالة السؤال فنسبقه بالفعل المساعد do. فمثلا أقول do I have، do I have، فنسبقه بالفعل المساعد do ويكون الفعل أساسي have. وكذلك مثلا does she have، فيتصرف الفعل does بحسب الضمير وليس الفعل have إذا كان معه الفعل المساعد do. وفي حالة النفي نقول I do not have، أو اختصارا I don't have، I don't have a car for example، أو she doesn't have a job. أما في حالة have كفعل مساعد فهو يساعد في تكوين الأزمنة. مثلا present perfect فنقول I have been، past perfect I had been، future perfect I will have been. وسنتطرق إلى هذه الأزمنة كلها في دروس الأزمنة. ويبقى الفعل to have من أهم الأفعال في اللغة الإنجليزية، شأنه شأن الفعل to do والفعل to be. يعني كان هذا كل شيء باختصار، يعني لم نتطرق إلى الشرح الكامل وإنما باختصار على أن نشرح بالتفصيل في دروس الأزمنة. لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ومشاهدة الفيديوهات السابقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.